مرحبا بكم في قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. نتعرف على نتائج الجولة 11 وترتيب البطولة وقائمة الهدافين وبرنامج الجولة 12. ونبدأ بنتائج مباراة الجولة 11. شباب الوزداد يفوز على شباب قسنطينة بهدفين مقابل هدف. نادي بارادو وشبيبة الساورة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. المباراة الثالثة، اتحاد خنشلة يفوز على أولمبي شلف بهدفين مقابل هدف. ونتيجة المباراة الرابعة بين نجم مقرة واتحاد واد السوف انتهت لصالح نجم مقرة بهدف مقابل 0. المباراة الخامسة انتهت لصالح وفاق سطيف بنتيجة هدف مقابل 0. المباراة السادسة انتهت بالتعادل الإيجابي بين اتحاد بسكرة ونجم بن عكنون. المباراة السابعة هي ديربي الجزائر بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة انتهت بالتعادل السلبي. ننتقل إلى ترتيب البطولة الجزائرية. إذن بعد الجولة 11 لا زال فريق مولودية الجزائر يتصدر على البطولة الجزائرية ب 28 نقطة، وفي المرتبة الثانية شبيبة الساورة ب 19 نقطة، أما في المرتبة الثالثة فيحتلها وفاق سطيف ب 17 نقطة، ويليه في المرتبة الرابعة شباب قسنطينة ب 16 نقطة. أما في المراتب الثلاث الأخيرة، مولودية وهران بست نقاط، نجم بن عكنون بأربع نقاط، واتحاد واد السوف بأربع نقاط أيضا. والآن ننتقل إلى قائمة الهدافين بعد الجولة 11. يوسف بالليلي يحتل المرتبة الأولى بعشر أهداف. في المرتبة الثانية إبراهيم ديب لاعب شباب قسنطينة بست أهداف. في المرتبة الثالثة زكريا نعيجي لاعب مولودية الجزائر بست أهداف. في المرتبة الرابعة سفيان بيزيد لاعب مولودية الجزائر بخمس أهداف. في المرتبة الخامسة عبد المنجي باسو لاعب اتحاد واد السوف بأربع أهداف. في المرتبة السادسة ليونال وامبا بأربعة أهداف، وأسامة بلطرش في المرتبة السابعة بأربعة أهداف. وفي المرتبة الثامنة مصطفى زغنون لاعب اتحاد بسكرة بأربعة أهداف. في المرتبة التاسعة خير الدين مارزوقي لاعب مولودية الجزائر بأربعة أهداف. أما في المرتبة العاشرة حمزة دمان لاعب نجم مقرة بثلاثة أهداف. والآن ننتقل إلى الممررين الحاسمين في البطولة الجزائرية بعد الجولة 11. في المرتبة الأولى يوسف بالليلي بثمانية تمريرات، دياو لاعب مولودية الجزائر بأربع تمريرات، محمد لاعب شباب قسنطينة بأربع تمريرات، زكريا النعيجي لاعب مولودية الجزائر بأربع تمريرات، تيطراوي لاعب نادي بارادو بأربع تمريرات، وابن غيث لاعب شباب الوزداد بثلاث تمريرات. والآن ننتقل إلى أفضل ثلاث حراس بعد مرور 11 جولة. توفيق موساوي حارس نادي بارادو هو في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية شمس الدين الرحماني حارس شبيبة القبائل، مورسلي حارس مولودية البيض في المرتبة الثالثة. والآن ننتقل إلى برنامج الجولة 12. أربع مباريات تلعب يوم الجمعة الخامس من جانفي. نبدأ بالمباراة الأولى بين نجم بن عكنون ومولودية وهران، تلعب على الساعة الثالثة والربع. ثاني مباراة بين اتحاد واد السوف ونادي بارادو تلعب على الساعة الثالثة والربع. ثالث مباراة بين أولمبي شلف واتحاد العاصمة على الساعة الثالثة وخمسين وأربعون دقيقة. رابع مباراة بين شباب قسنطينة واتحاد بسكرة على الساعة السادسة والنصف. وننتقل إلى مباريات يوم السبت السادس من جانفي. إذن خامس مباراة بين مولودية البيض وشباب الوزداد على الساعة الثالثة. سادس مباراة بين نجم مقرة ووفاق سطيف على الساعة الثالثة. سابع مباراة بين شبيبة الساورة واتحاد خنشل على الساعة الخامسة. وثامن مباراة وآخر مباراة في الجولة 12 بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل هو كلاسيكو الجزائر على الساعة السادسة بملعب الخامس جويلية بالعاصمة. وفيما يخص المباريات المتلفزة
سأضع الفيديو القادم حول المباراة المتلفزة عن الجولة 12، فتابعونا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. هذا كل شيء، إلى اللقاء، دمتم بخير.